كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ، وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل. ما رأيك يا مولاتي؟ رائع، هذا ما كنت أريده بالضبط. لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه، لكنه أعجوبة تستحق التعب. جهد عظيم يا رشيد. الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد. هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك، بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوب. فرحتي اليوم تفوق الجميع، وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة. ها هي الشمس تتوسط السماء، حانت لحظة السجود. رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد. طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه. عنبر، أين كنت؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم، وأقسم أن يذبحك. لكني مظلوم، كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة. بل كنت تلهو وتلعب. أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة، وقد أحط بما لم يحط به سليمان، وجئته من سبأ بنبأ يقين. يا ويلي، نسيت أن أخبرك يا عنبر، نبي الله سليمان وضع 3 احتمالات: الذبح أو التعذيب، والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك. لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما هذا؟ صبيحة، صبيحة، أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة؟ لا أحد يا مولاتي. أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي. أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب. والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري. استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل. لقد فتشنا القصر بعناية، لم تدخل نملة دون علمنا. والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربيتي الخاصة، ولن أسمح باتهامها بالخيانة. لم أقصد، ولكن الأمر محير. من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر. إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي
فلتقطع رقبتي فورا. قطع رقبتك لن يحل اللغز، أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء. أمر مولاتي. وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي. لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر. ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة. ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر. اصبروا يا سادة، ستعرفون كل شيء في حينه. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي. ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف. هذه علامة على أننا مخترقون. الأهم هو ما تحويه الرسالة. ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل انتهت الرسالة؟ نعم، ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان، يقولون إنه رجل قوي وحكيم، ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم. ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قراراً بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذه عادتهم دائما. ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية، حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب، فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا. أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية. يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهرة للملك سليمان. هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان رجلاً قوياً طامعاً في الدنيا، فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنا. ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل، المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة. ماذا سيفعل وقتها؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها، وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه. ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب. هذا رأيي أنا أيضا. أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما. لن أعيد توصيتكم. نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة. وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة. ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه. فهمت يا مولاتي. أظهروا لهم الود والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك. بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني. هيا ابدأوا التحرك، ولترعاكم الشمس المقدسة. وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام. انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل. إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال. كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات،
إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. مولاي الملك سليمان تفضل. هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ. قال لهم نبي الله سليمان: ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟ ليس هذا ما قصدناه يا مولاي. إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ. قال لهم النبي: لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم. ارجعا إلى أرضكما وقولا لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة. أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العكس يا قائد الحرس، لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة. ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها. بل تتولى حماية البلاد يا نامق، واحرص على حراسة عرشي جيدا. لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي. تصحبك السلامة يا مولاتي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر
انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. كان نبي الله سليمان يستعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان، لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله. انظري يا مولاتي إلى التماثيل كأنها حقيقية، والفاكهات والأسماك إنها معجزة. لا تشيري هكذا يا صبيحة، ولا تبدي انبهارا بما ترين. سأحاول يا مولاتي. حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة اسمها قاعة العرش. وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول. قال لها نبي الله سليمان: أهكذا عرشك؟ كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله، إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن. إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه. يا له من ملك كريم وعظيم. ناداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح. ما هذا؟ إنه بحر. لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر. أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا، كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني، أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيدي القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور، واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار، عقاب. أمرك يا ذا القرنين. رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم، وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب، أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟
أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني. نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب 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 الحرب. انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي. ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال زلزال. المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم
ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم: الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيدي القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس، إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل. كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذا اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل، غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذا؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار.
أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيتوا ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة. عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز.
أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجرا مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب، أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم. إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. أنفخ الآن حتى يصير نارا. هل نحضر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم.
ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيدي القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هناك عدد من الطغاة والأقوام الفاسدين، منهم الملك الهكسوسي سنان بن الأشل الذي غزا مدينة منف وصار حاكما على أجزاء من أرض مصر. مولاي العظيم سنان، ما الذي عاد بك مبكرا يا قائد الجيش؟ أسرت امرأة عظيمة الحسن وعظيمة الشأن أيضا في غارتي على إحدى القبائل. ومن تكون؟ هل سمع مولاي برجل يدعى إبراهيم؟ تحدى الملك النمرود وهزم. أذلك الرجل الذي وضعوه في النار وخرج منها سالما؟ إنه هو يا مولاي. هو رجل عجيب، يدعو إلى إله واحد ويفتن الناس بحديثه أينما ذهب، ولكن ما علاقته في الأمر؟ لقد أسرت زوجته، اسمها سارة. هذا خبر عظيم. زوجة إبراهيم أصبحت جارية في قصري. هيا 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 اقتربي مني أيتها الجارية الحسناء. اللهم نجني من كل ظالم جبار. أختنق، لا أستطيع التنفس. هذا من سوء عملك. أرجوك امنعي ما فعلتيه من سحر. أستغفر الله العظيم
وهل يفلح السحرة؟ ما الذي جرى لي؟ العلم عند الله. الألم لا يطاق، أتوسل إليك أن تفعلي شيئا. إن الله وحده الشافي، ولا أملك لك ولا لنفسي إلا الدعاء. ادعي ربك إذن ليشفيني. سأدعوه على أن تلتزم الأدب. سأفعل، أتوسل إليك. اللهم إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الهواء يدخل إلى صدري، ما هذا؟ قل الحمد لله. اذهبي عني، هيا ابتعدي. يا حراس، أرسلوا في طلب الكهنة والسحرة، أسرعوا. هذه المرة لن تفلتي من يدي يا سارة. ألم تتعلم من المرتين السابقتين؟ لقد أخذت كل الاحتياطات، وأشعلت البخور المقدس، وصنع لي الكهنة أحجبة تقيني من السحر، كما أن الآلهة كلهم حولي. ليهدك الله أيها المسكين. كيف تخاطبين ملكا بهذا الحديث؟ الملك لله وحده، فلا تغتر بقوتك. سأريك مدى قوتي. عادت الآلام مرة أخرى. ترى آيات الله بعينيك ثم لا تؤمن به. أرجوك ساعديني، لا أستطيع احتمال الألم. اللهم إنك تعلم ضعفي وقلة حيلتي، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اشفه فأنت الشافي. أقسم أنني لن أحاول إيذائك مرة أخرى. أهلا بالسيدة الصالحة سارة، قررت أن أطلق سراحك. هل جاء إليك نبي الله؟ نعم قابلته ومعي كبير الكهنة وعلماء الفلك والحساب، وقد أدهشنا جميعا بعلمه الغزير. إذن أنت آمنت به؟ اسمعي يا سيدتي، إننا نعيش في هذه الأرض على طاعة البسطاء لنا، فإن انتشر دين إبراهيم لن يطيعنا أحد ولن يرضى بحكمنا أحد، فهل نضر أنفسنا؟ لست أفهم، لكم دينكم ولنا دين. انتظري أيتها السيدة الصالحة. ماذا أيضا؟ هدية من الملك، ذهب وأحجار كريمة، وأميرة مصرية أسرتها، وستكون جارية لك. لا أستطيع أن أقبل الذهب أو الأحجار الكريمة. هدايا الملك لا ترد. سأقبل إذن الفتاة ذات الوجه المليح. ما اسمك يا فتاتي؟ جاريتك هاجر يا مولاتي. بل أختي في الله يا هاجر، تعالي معي، عسى أن ينفعنا الله بإسلامك. إسلام؟ سنتحدث كثيرا فيما بعد. السلام عليك أيها الملك. وعاملت السيدة سارة جاريتها هاجر كأختها الصغيرة أو كابنتها. هذه النباتات ستفيدك كثيرا بإذن الله. لعلها تشفيني. الأصح أن نقول لعلها أن تكون سببا في الشفاء، لأن الشافي هو الله وحده. ما أجمل دينكم. الحمد لله أن هدانا للإسلام وأرسل لنا خليل الله إبراهيم. خليل الله؟ يا له من لقب عظيم، لم أسمع به من قبل عند أي كاهن. الكهان يا ابنتي. ابنتك؟ لم يمن الله علي بالإنجاب، وقد ارتاح قلبي لك يا هاجر. هذا من حسن حظي يا سيدتي. كنت تقولين شيئا عن الكهان. لا أحبهم، فهم يكذبون ويخلطون الحق بالباطل والعلم بالخرافة. هذا صحيح، ألن ترتاحي قليلا؟ سأرتاح عندما تأكلين وتستردين عافيتك بإذن الله. لا تنسى شيئا، واحرص على الأسواب الحريرية. أمرك يا سيدة والهة، أهنئك على هذا الحظ. أي حظ؟ عن أي شيء تتحدثين؟
لقد سمعت أن زوجك لوط قد بعثه الله نبيا ليدعو إلى عبادته في أرض سدوم وعمراء. نعم، وسنمضي أغرابا إلى هناك. أنا أيضا أسلمت بالأمس لرب العالمين، يا له من إحساس طيب. طيب، أسرع بإعداد المؤن، أوشكنا على الانتهاء. كنت أهاب الوقوف بين يدي سيدي إبراهيم لأعلن الإسلام، وإذا به يبتسم في وجهي. ألن تتوقفي عن الصرصرة وإضاعة الوقت؟ لم أقصد، آسفة. احمل الصناديق إلى الجمل، سأمضي أنا. يا لها من امرأة فظة، كيف يكون لنبي الله لوط زوجة كهذه؟ لا يصح أن نقول عنها سوء من غير حضورها. هذه غيبة، هكذا علمني نبي الله إبراهيم. ألن يعود سيدي إبراهيم إلى خيمته في هذا البرد الشديد؟ إنه معتاد على هذا يا هاجر، يستيقظ في جوف الليل فيصلي لله ثم يتم التسبيح في الخلاء، ويستوي عنده الحر والصقيع. نحتاج إلى شيء من الطعام. أستحلفكما بالله أن ترتاحا، سأذهب أنا لإعداد الطعام. هل لي أن أبوح لك بسر؟ بالطبع يا أمي وسيدتي، أشعر أنني مقصرة مع زوجي إبراهيم، فهو يرفض أن يتزوج بأخرى إكراما لخاطري، وأنا لا يرضيني أن يبقى دون ذرية. إن هذا حق أي رجل عادي، فما بالك بنبي الله وخليله؟ وما ذنبك أنت يا سيدتي؟ هذا أمر الله وله في ذلك حكمة. بكل تأكيد، لقد أراحني أن أتحدث معك. لا أدري بماذا أجيب، كنت بالأمس أميرة يؤلمها الأسر وتبكي لضياع ملكها، والآن أحمد الله على ضياع الدنيا الزائلة وفوزي بصحبة امرأة مثلك. ما أطيب كلماتك وأرقها، أنت مفطورة على الإسلام الصحيح يا هاجر. الحمد لله على الدين الحنيف، ملة إبراهيم عليه السلام. تقبل الله منك يا هاجر. منا ومنك يا صاحبة الفضل. أريدك في أمر مهم. أمريني يا سيدتي. لقد قررت أن يتزوج نبي الله إبراهيم ليرزق بالذرية الصالحة. هذا تصرف في منتهى النبل والرقي. تعجب الخليل من الفكرة في البداية، وعندما أصررت وافق وفوضني أن أختار له الزوجة. هذه مهمة صعبة، كيف تجدين من تستحق هذا الشرف؟ وجدتها بفضل الله. الحمد لله. ألا تريدين معرفتها؟ بل أتوق شوقا لمعرفة سيدتي الجديدة. إنها أنت يا هاجر. أنا؟ ولكن أترفضين الزواج بنبي الله إبراهيم؟ معاذ الله، إنما لا أحتمل المفاجأة. لقد أسرني الملك وأسرك أنت أيضا، وكان ظاهر الأمر شرا لنا وباطنه فيه الخير، لنتعرف ونتحاب ونتشارك في شرف الزواج بخليل الله إبراهيم. لن أنسى فضلك هذا ما حييت. وتزوجت السيدة هاجر بنبي الله إبراهيم كما أرادت لهما سارة الصالحة، وأنجبت هاجر صبيا كالبدر هو إسماعيل عليه السلام. يا له من جو عاصف، نجنا يا الله. لا أدري كيف يسافر نبي الله إبراهيم في مثل هذه الظروف. إنه مأمور يا نيرة من رب العالمين. ولكن أخشى على سيدي إسماعيل، فهو لا يزال رضيعا. هاجر امرأة ذكية وفطنة، وستقدر على رعاية وليدها بإذن الله. الحمد لله، هدأت العاصفة. الحمد لله. اللهم كن مع إبراهيم وإسماعيل وهاجر وبارك لهم في رحلتهم. اشتقت لمداعبة سيدي إسماعيل ورؤيته وهو يبتسم. وأنا والله أكثر منك، إنه وليدي الذي لم أنجبه، وهو دعوة الخليل إلى ربي. اللهم بارك لنا فيه واحفظه من كل سوء. ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة، وهناك قرر ما أدهش زوجته، سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر. يا زوجي وسيدي، كيف تتركنا في هذا الوادي المقفر وحدنا؟ لا يوجد هنا زرع ولا ماء.
أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا. هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم: نعم. إذن فالله لن يضيعنا. سار خليل الله إبراهيم مسرعا، وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال: يا رب، إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولم أترك لهم إلا رحمتك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا الله يا الله، سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله، كان حلما. هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا، وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه. خيرا بإذن الله، لا تشغلي بالك، إنه مجرد حلم. نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر، وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والظمأ، فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة. أيها الناس، ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى. أيها الناس، أدركوني. وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا. معي طفل صغير يكاد يهلك. وظلت هاجر تعدو بين الصفا والمروى حتى أتمت 7 أشواط واستبد بها التعب. يا الله، أهي حقيقة أم سراب؟ إنه الماء، لم أذق في حياتي أطيب منه. أنت يا حبيبي الصغير من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لك. انظر يا جرهمي، كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثرا للماء. إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء. وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم، لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت: زمي زمي. هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها. إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان. أذنت لكم ولكن بشرط. ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم. نعرف أنها بئرك أنت. معاذ الله، أنا لا أملكها. ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده. الله؟ نعم، ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر، هذا شرطي الوحيد. تأكدي أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة، وسيأتي الخير لها من كل مكان. نيرة، ماذا دهاك؟ أبشري يا سيدتي، رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا. إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله. هو قادم إلينا في الحال، سأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام. هل معه إسماعيل وهاجر؟ لا، ليس معه. لابد أنه قد اطمأن عليهما. هيا، ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم. بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض مباركة. لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع، وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام. الحمد لله، أغنانا الله من فضله. لا تردينا خائبين.
إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع. لقد جاء ضيوف لنبي الله إبراهيم. رأيتهم، لهم وجوه تضيء بالنور والحسن. أمر سيدي أن نسبح لهم عجلا سمينا، أسرع في تنفيذ الأمر ولا تسر غضب الحليم. ألم تذبح العجل بعد؟ سأفعل في الحال. وأنا سأساعدك في خدمة الضيوف. لا، لن يخدم ضيوف زوجي غيري. سيدتي أنت متعبة، وخدمة الضيوف تحتاج لمجهود كبير. أعرف أنني قد صرت عجوزا ووصلت إلى سن 90، ولكني أصر على خدمة زوجي وضيوفه بنفسي. كما تحبين يا سيدتي. هل انتهى الضيوف من الطعام لنغسل الآنية؟ إنهم لم يلمسوا الطعام بعد. كيف هذا؟ مضت عليهم ساعات طويلة، فكيف لم يجوعوا؟ خيرا يا سيدتي، ما الذي أضحكك؟ إن ضيوف إبراهيم يبشرونني بغلام. ها؟ يا لها من بشرى طيبة. ويحك يا نيرة، كيف ألد في هذه السن؟ أنا عجوز عقيم وبلغت 90 عاما. قال لها ضيف إبراهيم: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. حقا؟ كان هؤلاء الضيوف ملائكة من عند الله في صورة بشر؟ نعم، هم كذلك. ولماذا جاءوا؟ أمرهم الله أن يبلغوا نبيه وخليله بوجهتهم قبل أن يؤدوا مهمتهم. وإلى أين يتجهون؟ هم ذاهبون إلى أرض لوط ليهلكوها ويجعلوا عاليها سافلها. ولكن سيدي لوط هناك. هذا ما قاله لهم إبراهيم عليه السلام، فأجابوا أنهم على علم بذلك، وسوف ينجو لوط وأهله إلا امرأته وآلهة. ولماذا تهلك زوجة النبي الكريم لوط؟ لأنها كانت كافرة، كانت تتجسس على زوجها وتبلغ أخباره لأعدائه الكفار. أهذا جزاء الإحسان ليحاسبها الله؟ ليس أقصى مما تنتظره في صباح الغد. ولكن يا سيدتي، لماذا تأخر الضيوف في خيمة نبي الله إبراهيم كل هذا الوقت؟ كان الحليم إبراهيم يجادلهم في العفو عن قوم لوط، فقلبه الطيب يفيض بالرحمة حتى على العصاة. من كان يقول إن هذه الأرض الجافة ستكون مزارا لكل المؤمنين؟ منذ بنى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة، والخير لا ينقطع. أين السيدة الطيبة هاجر؟ إني لا أراها منذ أيام. سافرت لتزور أختها في الله السيدة سارة أم إسحاق. سارة، سيدتي سارة. حبيبتي هاجر، خشيت أن يقضى أجلي قبل أن أراك. أطال الله في عمرك يا أم إسحاق، أين حبيبي الصغير؟ إسحاق يلعب مع أخيه الفارس إسماعيل. كم يحب إسماعيل ترويض الخيول. لم نسمع من قبل عن أحد ركب ظهر الخيول الوحشية واستطاع إخضاعها. هو بالفعل أول عربي يفعل ذلك، وأبوه إبراهيم سعيد بذلك. حدثيني عنك يا هاجر، أوحشتني. لا أوحش الله قلبك الطيب أبدا، إن مكة المكرمة أرض خير وسلام، ليتك تقيمين معي فيها. والله أحب ما أريد. وماذا يمنعنا؟ سيدي إبراهيم أمر بذلك حتى ينتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها. النساء في الصحراء يتعجبن من أمرنا، يقولن زوجتان للرجل نفسه وبينهما كل هذا الود والإخلاص. إن وجود النبي الكريم في حياتنا هو ما يصنع الحب بيننا، لا تنسي أنه عنوان الحب والخلة. نعم، صدق من أسماه خليل الله. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود